يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينصح طالب العلم المبتدئ بأن يدرس مذهبا ويلتزمه ويضبطه، أم ينظر في الترجيح ويقارن بين الأدلة؟ ما شاء الله، هذا يمشي قبل حبي. لا، ما يصلح هذا. لازم أول شيء تقرأ المختصرات تفهمها، لأنه مدخل وباب للعلم. ولا تدرس المذاهب كلها، خذ مذهب واحد من مذاهب الأئمة الأربعة، خذ مذهب واحد وادرس مختصراته على أهل العلم، تدرج فيها. أما الترجيح والنظر في الأدلة هذا بعدين، إذا تمكنت صار معك حصيلة من العلم، فحينئذ تنظر في الترجيح، تنظر في الخلاف. أما من أول الأمر تنظر بالخلاف والأدلة تضيع، ما تحصل شيء. نعم.